من أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، عندي صندوق للصدقة وفي كل يوم أضع فيه قدر من المال يوميا لكي يكتب في كل صفحة من صفحات أعمالي صدقة، وفي كل يوم يأتي مسكين وأعطيه هذه الصدقة، فإذا جمعتها أعطيتها مستحقيها، فهل فعلي صحيح أم بدعة؟ لأن نيتي أن تكتب لي في كل صفحة صدقة. هذا عمل طيب، التصدق كل يوم بما تيسر هذا عمل طيب، ولكن عليك بالمبادرة، لا حاجة إلى وضع صندوق، عليك بالمبادرة بإخراج الصدقة، إذا وجدت المسكين فأعطيها إياه بدون أن توضع في صندوق. نعم.